احنا حاليا دابا حاجه وحده اللي كنسولو واش هذه مراكش المدينه القديمه اللي دات احسن مدينه سياحيه جوج المرات متتاليه؟ هذا هو الحال ديالها، يبقى يولي هك. وحنا مقبلين على تظاهرات عالميه، ومقبلين على 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 انجازات، ومقبلين على حياه اخرى. هاد الحال اخويا ما يقدرش يعيش فيها ولو مختل عقليا. دوينا، درنا شكايات في العماله، درنا شكايات المقاطعه، درنا شكايات ناس مسؤولين على الموتور، درنا شكايات من جميع الجهات المختصه، ما لقيناش شي واحد اللي يدوي عندنا. البارح هاد الحيط هذا البارح اللي كتشوف فيها هو امامك، كانت ديزا واحد السيده مركبه واحد الابن ديالها فوق الدار ديالها. الله قسم الا تلقاها بشويه، اقسم بالله الا تلقاها بشويه في الزلزال ربط واحد الدار هنا لداخل. حنا كنتعاونوا مع الناس، كنخرجوا التراب بالبرويطه، كيبغي يديروا تيخرجوا هاد الناس هذاك الهدم هاد الردم. الا شعلت شي عافيه الله يحضر سلامه لهاد الدرب هذا، مع العلم ان هاد الدرب هذا المدخل ديالو راه كبير، راه ساكنه فيه قيامه ديال البشر. راه الا دخلتي شتي اقسم بالله ما تقول هاد الحاله هادي خليوها هاد الناس وما خلي. اولا هاد القنت هذا ولا كيعمرو غير المجرمين، قطع الطرق اللي اصلا فين ما كان شي واحد في مراكش تالف كيجي لهاد البلاصه هادي. ثانيا الناس خويا شويه كيهضروا على حقهم، ولكن راه الله غالب، راه الله اش بغينا نقولوا، راه الصوره واضحه، كلشي راه الصوره كتقول، الصوره مبينه شنو. انت نيت الاولى انت كتشوف بعينيك خويا، اش بغينا نقول لك، القلب ديالنا والله شاهدي للقلب ديالنا اللي كيبكي من الداخل، اقسم بالله العلي العظيم. الا منين كندوزو حنا من هنا والدينا وولادنا الا داز شد عليهم هذا الحيط كيبغي يكون هذا القنت هذا ممر رئيسي كيخرج للخميس، لسوق الخميس. نعم ياك، واخ هنا من قبل راه بواحد جوج ديور في الزلزال حيدوهم حين جاب شارع رئيسي. وهنا جاب دريبه، علاش خلاوه خوياك وما خل... دازت واحد السيده هنايا من مقاطعه باب تاغزوت ساكنه معنا في الحومه، من الناس اللي نجحوا في الانتخابات، ودقينا عليها الباب ودقينا عليهم الباب، ما كاينش اللي يحرك شي ساكن خويا نهائيا. اولا هذا ماشي غير منزل واحد، هذا هنا كاينين ربعه المنازل هنايا، هنا ربعه المنازل مده ديال 50 عام، وهذه المنازل مهجوره. هذا المنزل اللي كتشوفوا هو منزل مجهول، السقوط ديالو كان قبل الزلزال تقريبا بشهر. ملي مشينا عند المسؤولين اقرب سلطه اللي مشينا عندها، كان الجواب ديالهم، كنا مجموعه من النساء والرجال، كان المجموعه كان السؤال ديالهم اش بغيتوني ندير لكم، هذا هو السؤال اللي كان. مع العلم ان هذا ممر رئيسي، هذا ممر رئيسي كيدخلوا من لهنا وكيخرجوا، بغيت تخرج للعماله الباب الخميس، بغيت تخرج للداوديات عين الطي، ولكن اللي كي ياثر عندنا هذا الممر فيه متر ونص، الا بغى غير واحد يدوز خصو يقول لاخر سمح لي ندوز. مع العلم ان هذا كما سبق وذكرت راه قبل الزلزال بشهر. هذه لاكوزي، هذه اكوزي ديال الشكايه، رقم الشكايه. حنا ماشي غير جينا كنهضروا باب الفراغ، عاد جبناكم باش نهضروا باش نوصل الصوت ديالنا، باش يكون واحد يوصل الصوت ديالنا للمجتمع المدني. حنا تدرنا شكايه، هاد الشكايه درناها رقم الشكايه، لا حياه اللي تنادي، والمسؤولين هما في نومات في سبات عميق، ولم يتفاعلوا مع خطاب جلاله الملك نصره الله الذي قال على المسؤولين ان يكونوا قراب من المواطنين. راه هادشي باقي كيشك لنا حنا واحد الفوبيا للدراري وليداتنا، هذه باقي كيشك فوبيا، كتلقى اسلاك كهربائيه في الارض. ولكن كنتفاجئوا فاش حنا عيطنا بغينا نوصلوا الصوت ديالنا، جاو واحد جوج كيخدموا بطريقه عشوائيه، جا كيخدم بطريقه عشوائيه، يلاه جاو غير اليوم، ماشي غير اليوم، غير دابا وقفتوا نتوما قبل منهم، وقفتوا نتوما قبل، وقفتوا نتوما عاد جاو هما. هذا هو العلي المؤسف، هادشي راه لا قبلوا الله ولا يقبلوا الله لا عبدوا. من هذا المنبر كناديو المسؤولين انكم توقفوا وقفه رجوليه، وخاصه في هذه الظرفيه. راه الناس باقا مأزمة نفسانية، السي زكريا، الناس مأزمة نفسانية، يعني كتلقى أسلاك كهربية، كتلقى أزبال، كتلقى الطريق ما تلقاش منين تدوز. مع العلم أن هذه المنطقة وخاصة المدينة القديمة راه كلها راه هي السياحة، راه النصارى كيجيو لهذا الوقت على قبل باش يشوفوا هذه الأجواء الشعبية. بزاف الريادات، بزاف الريادات في هذا القنت، وتيصوروا ذاك النهار الصديق ديالي وجا قال لي، قالت لها واحد 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 الفرنسية، قالت لبنتها ما باقيش ندوزوا من لهنا، هاد الطريق ما باقيش ندوزو منها. راه غير البارح طاح الصور ثاني، ومع العلم اننا سبقنا بالشكايه تقريبا غادي 20 يوم، ومع العلم ان هاد المنزل اللي سقط راه هو مجهول، وسقط قبل الزلزال بشهر. يعني فينا هما المسؤولين؟ فينا هما الممثلين اللي كنصوتوا عليهم؟ فينا هما؟ ما كاينينش. يعني فينا هما؟
الشياط دار هذا المنزل اللي سقط تقريبا في الصيف اللي سقط، ولا واحد اللي بغى يسكر كيطلع على الدار، ولات في العقارب كتخرج العقارب الاشياء مسمومه. راه تصور ما بين هذا الشيء اللي راب وما بين البيوت ديال الناس ما كاين حتى 60 سنتيم، ما كاينش 60 سنتيم. لا داك الشيء بالله هبط راه هبط قدام البيوت، ها هو بقى